أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله. أإله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المسيرة الأكاديمية. بسم الله وعلى بركة الله تبدأ المسيرة الأكاديمية. يتقدمها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن صالح السلطان، يليه أصحاب السعادة وكلاء الجامعة ومشرفوها، وكيل الجامعة للبحوث الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن سعد آل حمود، والمشرف العام على الخدمات الدكتور سامي بن عبد الرحمن خياط، والمشرف على العلاقات والتواصل المجتمعي الدكتور أشرف بن إحسان فقيه، يليهم أصحاب السعادة العمداء عميد شؤون الطلاب الدكتور مسفر بن محمد الزهراني وعميد الدراسات العليا
الدكتور سلام بن عادل زمو وعميد القبول والتسهيل، الدكتور سعد بن محمد الشهراني وعميد الخدمات التعليمية، الدكتور عمر بن سعيد العمودي وعميد البحث، الدكتور ناصر بن محمد العقيلي وعميد شؤون المكتبات، الدكتور صالح بن عبد الكريم البريدي وعميد التطوير الأكاديمي، الدكتور نضال بن تيسير الرطروط. والآن مع مسيرة أعضاء هيئة التدريس يتقدمها سعادة عميد شؤون الأساتذة والموظفين الدكتور سعيد بن محمد العمودي، يليه السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الهندسية وكلية الهندسة التطبيقية، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور عمر بن عبد الله السويلم، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وهندسة الطيران والفضاء والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية وهندسة البترول، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بحسب الرتبة الأكاديمية الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون ثم المحاضرون فالمعيدون. أسست كلية العلوم الهندسية عام 1385 للهجرة، وقد طورت برامجها لتمنح الدرجات العلمية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كل من الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية وهندسة البترول، وتمنح درجة البكالوريوس والماجستير في هندسة الطيران والفضاء. أما كلية الهندسة التطبيقية فأنشئت عام 1390 للهجرة، وتتميز برامج هذه الكلية بالبرنامج التعاوني الذي يمضي فيه الطالب 28 أسبوعا من التدريب العملي في مجال تخصصه بإحدى جهات التوظيف المحلية أو العالمية لكسب الخبرة العملية والمهنية. وهذه الكلية تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية التطبيقية والهندسة المدنية التطبيقية وهندسة الطيران والفضاء التطبيقية والهندسة الكيميائية التطبيقية والهندسة الكهربائية التطبيقية وهندسة البترول التطبيقية. والجدير بالذكر أن جميع البرامج الأكاديمية في الكليتين معتمدة من هيئة اعتماد البرامج الهندسية والمعروف عالميا باسم إيبد، وتضم الكليتان نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في خبراتهم الأكاديمية والبحثية، كما تتوافر في هاتين الكليتين أحدث المعامل والمختبرات البحثية والتعليمية التي تواكب التقنيات المتطورة وتستوعب المستجدات، وتساعد أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في إجراء التجارب والبحوث العملية والتطبيقية. والآن مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور سليمان بن صالح الحميدان، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية الرياضيات والإحصاء وعلوم الأرض والفيزياء والكيمياء، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بحسب الرتبة الأكاديمية. أسست كلية العلوم عام 1389 للهجرة، وقد صممت برامجها لتدعم مراكز البحوث والصناعة، وهي تمنح درجة البكالوريوس في الإحصاء وعلوم الأرض وجيوفيزياء والرياضيات والفيزياء والكيمياء
والكيمياء الصناعية والعلوم الاكتوارية، كما تمنح درجة الماجستير في علوم الأرض والجيوفيزياء والرياضيات وعلوم البيئة والفيزياء والفيزياء الطبية والكيمياء والإحصاء التطبيقي وعلوم الحياة والأحياء البحرية، وتمنح درجة الدكتوراه في الرياضيات والكيمياء وعلوم الأرض والفيزياء. أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة الصناعية، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور محمد بن فرج الزهراني، يليه سعادة وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور أيمن بن عبد المجيد كيال، ثم أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية والمالية والاقتصاد والإدارة والتسويق، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بحسب الرتبة الأكاديمية. أسست كلية الإدارة الصناعية عام 1395 للهجرة، وهي تمنح درجة البكالوريوس في المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية والمالية والإدارة والتسويق، كما تمنح درجة الماجستير في إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين. والآن مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية تصاميم البيئة، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور عادل بن شاهين الدوسري، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية العمارة والهندسة المعمارية وتخطيط المدن والأقاليم وهندسة وإدارة التشييد، يليهم سادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بحسب الرتبة الأكاديمية. أسست كلية تصاميم البيئة عام 1400 للهجرة، وهي تمنح درجة البكالوريوس في العمارة وتخطيط المدن والأقاليم والهندسة المعمارية، كما أنها تمنح درجة الماجستير في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن والأقاليم وهندسة وإدارة التشييد. والآن مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور عادل بن فضل أحمد، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية علوم الحاسب الآلي والمعلومات
وهندسة الحاسب الآلي وهندسة النظم، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بحسب الرتبة الأكاديمية. تعتبر كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي أحدث كليات الجامعة المانحة للدرجات العلمية، حيث أسست عام 1403 للهجرة، وهي تمنح الدرجات العلمية الثلاث: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية: علوم الحاسب الآلي والمعلومات، وهندسة البرمجيات، وهندسة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي، والهندسة الصناعية والنظم، وهندسة نظم التحكم والقياس. كما أنها تمنح درجة الماجستير في أمن وضمان المعلومات. والآن مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات المساندة والتطبيقية، إذا قدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور إسماعيل بن محمد بداوي، يليه سعادة وكيل الكلية لشؤون السنة التحضيرية الدكتور عبد العزيز بن محمد العساف، يليهما أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية: الدراسات الإسلامية والعربية والدراسات العامة والتربية البدنية واللغة الإنجليزية، ومدراء البرامج بالسنة التحضيرية: الرياضيات واللغة الإنجليزية، العلوم والهندسة. يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بحسب الرتبة الأكاديمية. أسست الكلية عام 1427 للهجرة لتقوم بدور محوري في تهيئة طلاب الجامعة للدراسة الجامعية والحياة العملية والارتقاء بمستوى الفكر والوعي والمسؤولية وتنمية وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل. وتضم الكلية بين جنباتها أقساما أكاديمية غير مانحة للدرجات العلمية، بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية المساندة التي تهدف إلى تهيئة الطلاب للدراسة الجامعية وتنمية مهاراتهم خلال مراحل الدراسة الجامعية المختلفة، ومن أهمها برنامج السنة التحضيرية، وهو أحد أهم البرامج التي تميز الجامعة. فالطالب المستجد يقضي عاما دراسيا كاملا في دراسة اللغة الإنجليزية والرياضيات ليتم تأهيله للدراسة الأكاديمية في تخصصات الجامعة. وهذا البرنامج يتيح للطالب مجالا أرحب في البحث والدراسة، بالإضافة إلى ذلك يتم تدريس الطالب بعض العلوم كالحاسب الآلي والعلوم الطبيعية والتقنية الهندسية باللغة الإنجليزية لتكون مدخلا للدراسة الأكاديمية في تخصصات الجامعة. ولم يقفل هذا البرنامج تأهيل الطالب للدراسة الجامعية، حيث تم إعداد برنامج خاص يقدم باللغة العربية في مهارات الدراسة الجامعية ليكون عونا للطالب على إتمام مسيرته الأكاديمية بشكل متميز. كما يهيئ برنامج المهارات الشخصية التابع للكلية العديد من الفرص التدريبية لطلاب الجامعة بهدف تطوير مهاراتهم المختلفة، والتي تشمل العمل ضمن الفريق، التفكير التحليلي، القيادة، المبادرة للتفوق في الدراسة والنجاح في سوق العمل. مسيرة الخريجين. بسم الله وعلى بركة الله تنطلق مسيرة الخريجين. يا
يتقدمها سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور مسفر بن محمد الزهراني، يليه وكيل عمادة شؤون الطلاب للتوظيف والتدريب الدكتور طلال بن موسى الخروبي، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الشمري، يليهما حاملا علم الجامعة فالطلاب المرشحون للتخرج. المرشحون للتخرج من كلية الدراسات العليا بدرجة الدكتوراه: أحمد أدميران، أحمد النزر، حبيب الرحمن أحمد، حفيظ إسلام، حيدر علي، عبد الرؤوف أديبايو، عمر محمود، فاروق سلطان، فيصل مختار، مجيب الرحمن الخياطي، محمد الثلايا، محمد سمانة، محمد كمال، محمد أوركو، نصير أحمد، ينا كاسنوسي. المرشحون للتخرج من الدراسات العليا بدرجة الماجستير: إبراهيم ألادي، إبراهيم الملا، إبراهيم صاروني، إبراهيم نمر، أبو بكر محمود، بأبيولا جيمو، أحمد أبو ناصر، أحمد الجميعة، أحمد الخليفة، أحمد الرواف، أحمد العديل، أحمد الهبوب، أحمد بامقابل، أحمد بن إسحاق، أحمد حسن، أحمد خريزات، أحمد دوابشة، أحمد عبد اللطيف، أحمد محبوب، أحمد محجوب، أحمد محمود، أحمد مسعود، أحمر بالوش، آدم إدريس، أدويلي أدينجي، أديشينا أديوني، أسامة الغامدي، أسامة يوسف، إسحاق راجي، أسعد بري، أسعد بزرة، إسماعيل المناصرة، إسماعيل عبد العزيز، أفقلاب أدي صيدا، إعجاز مير، أكسينا زهانك، الإسكندر عثمان، العلاء طاشكندي، المعتصم المصيلحي، أمانة كدير، أمجد أبو حسان، أمجد بن ثعلب، أمجد محمد، أمين عمران، أمين بشناق، أمين بن عبادي، أمين محمد، أنس الخطيب، أنس درويش، أنوار الحق خان، أول محمد موسى، أولاديبو تومسون، أولانري واجو، أولا كونسي، أولفمي بامديني، أولو أوفمي أجنطولا، إياد ناصر، إياز مصطفى، بابا تندا دنجيب، بابا جيدي أياندي. بدر الربدي، بلال جهانزيب، بلال ساغر، بلال سعيد، بلال شحروري، بلاش امتياز، بيبن أوميم، تاج الدين أدينك أريوهن، تايو عاكر، تريسو سيلو، تريد أولابي، جراح مبارك، جمعان الزهراني، جمعة أجادي، جونا دوتورو، حافظ عبد الرحمن، حافظ محمد أحمد، حبيب الله أولاديبو، حسن الجامع، حسن زيني، حسين الصفار، حسين العمري، حفيظ أيان دن، حكيم بيلو، حمزة الأمير، حمزة الحمادة، خالد أرسلان، خالد الحميد، خالد الخضر، خالد الغليقة، خالد القحطاني، خالد باقيس، خالد حامد محمد، خالد شعار، خالد منيف، خواجة شاهد، راشد محمود، رامي علوش، رشيد أديتو كومبو، رضوان خان، ريتشارد أوسي أمين، ريو ترنادي، زكريا الزائر، زكريا الدبيان، زهير أبو السعود، زياد صيداوي، ساجد أنور، ساكب جاويد، سالم الشهراني، سالم قرادي، سامي فاضل، سعد الشبرمي، سعد العمري، سعد العريفي، سعود الوقداني، سعيد العامودي، سعيد عبد الله، سميع الله شريف، سيد أزهر حسن، سيد حسيب أحمد، سيد محمد أرتضى، سيد هارون علي، سيف نجم الدين، شريف زانوري، شريف عبد المقصود محمد، شهزادة علي، شهير خان، شيخ عمران، شيراز بشير، صالح الثريان، صالح عليو، صلاح العوفي، طابق شعيب، طارق المشرقي، طه العرنوس، عادل الخيمي، عاطف الزهراني، عامر عباس، عبد الرحمن يوسف، عبد الحليم محمد، عبد الحميد الشعوان، عبد الرحمن الديك، عبد الرحمن السري، عبد الرحمن السقاف، عبد الرحمن عسيري، عبد الرؤوف العمودي، عبد العزيز الخالدي، عبد العزيز السعيد القرع، عبد القادر تنمو، عبد الكريم الحداد، عبد الكريم المرزوق، عبد اللطيف أشادي، عبد اللطيف عبد الله، عبد الله السبيعي، عبد الله العقيلي، عبد الله العلي، عبد الله الغامدي، عبد الله المقبول، عبد الله النعمان، عبد الله با سالم، عبد الله با صالح، عبد الله عبد الكريم، عبد الله عثمان، عبد الله مصباح خير، عبد المحسن الحريشي، عبد المحسن السالم، عبد الهادي الزهراني، عبد الودود البدوي، عدي سالم، عديم رانا، عزير بن عاصم، عصام الذكير، علاء غيث، علي الحسين، علي الرشيد، علي السبيعي، علي الصالح،
الشعبي، علي العمور، علي رضا، عماد عريض، عمار جامع، عمر باودود، عمر جودري، عمرو بارحيم، عمبالة سالو، عيسى الصلاحي، غداف دنمالكي، فادي زريقات، فاروق علي، فايز البيشي، فايز الدين محمد، فايز الزايدي، فرحان عبد الرحمن، فرخ الياس عابد، فضل الهي، فندق كساندرا، فهد العمري، فهد العمودي، فهد رباني، فواز العنزي، فيصل الشهراني، كبير وكاندي، كازم سليمان، كاشف ريحان، كريم مالك، كلام شمس، ماجد السبيعي، مازن باشري، مازن علي سعيد موسى، مالك الحاجي، محمد اعجاز، محمد اعجاز، محمد الاطف الله، محمد التريكي، محمد الحداد، محمد الحديدي، محمد الراشد، محمد السحيباني، محمد السلطان، محمد الشافي، محمد العودة، محمد العوفي، محمد الطيري، محمد بن حامد، محمد عارف، محمد امجد، محمد حسن احمد، محمد حشمت، محمد خالد، محمد خان، محمد خليفة، محمد خليل، محمد رحمن، محمد ساشيتو، محمد سلهوب، محمد طميزة، محمد عالم، محمد علي العتيبي، محمد عايش، محمد عبد الرحمن، محمد عبد القدير صديقي، محمد عبد المنعم، محمد قريشي، محمد قعدان العتيبي، محمد مجاهد رفيق، محمد مصدق، محمد منصور، محمد وجه الدين، محمد يعقوب احمد، محمد يونس، محمد يونس صديقي، محمود الحلو، محمود نصر محمود، مختار عزيز، مختار نور الدين، مدثر محمد، مرشد العفيلي، مزمل شكيل، مشعل الحازمي، مشعل العمري، مصطفى رمضان، مصطفى صلاح، مطلق الفالح، معاد نجار، معد العويفيل، معيز سني انيبيري، ملا عتيق الرحمن، مناف بن يحيى، منصور الزهراني، مهند الحسن، دوزن الرامي، مير خان، مير زابك، ميمون عاطف، ميمين عبد الله، نادر عثمان، نايف الجهني، نايف الدوسري، نايف المطيري، نبيل محمد، نزار الصراف، نزار عاصي، مستور انكا، نور الدين رحمة الله، هارون اشرف، هاشم محمد، هشام صالح، هيثم صوالحه، هيما، وقار احمد، وقاس خان، وليد العمري، وليد النويصر، وليد عمر، وهبي العامري، ويتشان ليو، ياسر الارياني، ياسر الشنيبر، ياسر جميل، ياسين جمال ياسين، يام الخطيب، يحيى الانصاري، يحيى نويد محمد، يوسف الخفيلي. المرشحون للتخرج من كلية العلوم الهندسية بدرجة البكالوريوس: أبان سخيطة، إبراهيم الشهاري، إبراهيم الكندي، إبراهيم الناشري، إبراهيم دراج، إبراهيم قرماني، أحمد إبزاخ، أحمد أرنوطي، أحمد آل صالح، أحمد آل كبيش، أحمد آل يوسف، أحمد الأنصاري، أحمد الإبراهيم، أحمد البيات، أحمد التركي، أحمد الجابر، أحمد الجعفر، أحمد الحاجي، أحمد الحراسي، أحمد الدعجاني، أحمد الراجي، أحمد الرمضان، أحمد الرويتهي، أحمد الزبيري، أحمد السماعيل، أحمد الصالح، أحمد الصوالح، أحمد الصياح، أحمد العباد، أحمد العبدالله، أحمد العلاوي، أحمد القرني، أحمد محمد سالم، أحمد الناشري، أحمد الهميلي، أحمد خالد، أحمد خان، أحمد خورشيد، أحمد عامودي، أحمد عيدروس، أحمد فلاتة، أحمد مدني، أديب آل معافى، أديب السلامة، أرقم مقتدر، أسامة بهجت، أسامة محمد، أسامة الجمعة، أسد أحمد، إسماعيل الراوي، إسماعيل الرابي، الحسين المستنير، الوليد الصيعري، أمجد الشخص، أنس السلمي، أنس الفاخري، أنمار بالخير، أيمن معنوي، أيوب الشايع، باسل أبو حادي، باسم التطيلي، بدر الهاجري، بسام أبو ظاهر، بندر حسن، تركي البحارب، تركي البقمي، تركي مطيري، ثامر هندي، جراح الفوزان، جعفر الخادم، جميل عبد الله، جهاد القاسمي، جواد اليوسف، حاتم القاسم، حبيب العبندي، حسام الغامدي، حسن القرين، حسن الخويطر، حسن الشاوش، حسن عبد الله، حسن المرزوق، حسن بخاري، حسن بوهيان، حسين الباشا، حسين الصيود، حسين العيد، حسين الهاشم، حسين امين، حمد الغانم، حمد المحمود، حمزة الابراهيم، حمزة عريشي، خالد التميمي، خالد الجندان، خالد الخليوي، خالد الخوصان، خالد العتيبي، خالد العجمي، خالد القحطاني، خالد محمد الفيفي، خالد يحيى الفيفي، خليل القطيفي، راشد الخويطر، راكان العلاوي، رضا قريش، رضا العبد رب النبي، رضا البوري، رمزي المغذوي، ريان الحربي،
ريان فلمبان، زاهد عويس، زكريا دحبوره، زيد السباعي، سالم الشهراني، سالم عكاري، سامي الجمعان، سامي الحميدي، سامي المطيري، سراج الغامدي، سعد الرويشد، سعود ابو دلي، سعود العود، سعود داوود، سعيد الخطيب، سعيد الزهراني، سعيد اليامي، سعيد عسكر، سلطان بامخير، سلمان البداح، سليمان الجهني، سليمان الربيع، سليمان الطويان، سليمان رفيع، سهيل العبد الكريم، شاكر العتيبي، شاكر المالكي، شهاب الدين بريمي، صادق الشهاب، صالح الربعي، صالح الصيخان، صالح المفضي، صالح بن مبرد، صهيب بغدادي، طارق القحطاني، طالع عسيري، طامي السبيعي، طاهر الشايب، طلال العمر، عاصم التويجري، عاصم الخوير، عاصم الغامدي، عاصم بوجان، عبد الاله غيث، عبد الحكيم فالح، فايز الشهري، عبد الحميد الخرص، عبد الرحمن الاحمدي، عبد الرحمن البصام، عبد الرحمن ربيعه، عبد الرحمن الرميحي، عبد الرحمن الزهراني، عبد الرحمن السقاف، عبد الرحمن العمري، عبد الرحمن العامر، عبد الرحمن العتيبي، عبد الرحمن العثمان، عبد الرحمن العمودي، عبد الرحمن الكريده، عبد الرحمن الماجد، عبد الرحمن المخزومي، عبد الرحمن المذن، عبد الرحمن المعني، عبد الرحمن الهاجري، عبد الرحمن بابقي، عبد الرحمن خياط، عبد الرحمن سارنج، عبد الرحمن عاشور، عبد الرحمن عسيري، عبد الرحمن مجش، عبد الرحمن محمد، عبد الرحمن هادي، عبد الرحمن عزازي، عبد العزيز السليم، عبد العزيز السنيدي، عبد العزيز الشهري، عبد العزيز الصالح، عبد العزيز العمري، عبد العزيز العجلان، عبد العزيز العليان، عبد العزيز العمودي، عبد العزيز المحضار، عبد العزيز الملحم، عبد العزيز المنيع، عبد العزيز الموسى، عبد العزيز باشماخ، عبد العزيز بامحرز، عبد العزيز قبيبان، عبد اللطيف العبد القادر، عبد اللطيف النعيم، عبد الله آل الشيخ، عبد الله آل بن صالح، عبد الله الأحمري، عبد الله البرادي، عبد الله البراد، عبد الله الجودر، عبد الله الحسين، عبد الله الدهاسي، عبد الله الشمشير، عبد الله الصفار، عبد الله العتيبي، عبد الله العامي، عبد الله الفيفي، عبد الله القرني، عبد الله المالكي، عبد الله المؤمن، عبد الله با حمدان، عبد الله با شماق، عبد الله بصري، عبد الله بن مسعود، عبد الله ابو 50، عبد الله حسن الشهري، عبد الله شاقي، عبد الله بافر الشهري، عبد الله عثمان، عبد الله عقيل، عبد الله مبارك الشعراني، عبد الله محمد سعد آل حمود، عبد المجيد البدراني، عبد المجيد الدوسري، عبد المجيد الماضي، عبد المحسن التمار، عبد المحسن الجنيلي، عبد المحسن السلطان، عبد الملك السويلم، عبد الهادي شويخات، عبد الودود محمد، عدي الجبحبيل، عوى السكتاوي، عزام الفراج، عصام الشهري، عقيل الغزال، علاء البخاري، علي آل بدر، علي آل درويش، علي الحلال، علي الحمد، علي الخليفة، علي الدويل، علي السيهاتي، علي عبد الجبار، علي عبد المحسن، علي العبكري، علي العمر، علي القحطاني، علي القرني، علي الكاظم، علي الكشي، علي بوريش، علي الراجح، علي غادر، عماد الخضر، عمار المهناء، عمار المسافر، عمر الدائج، عمر السمدوني، عمر العلي، عمر عابد، عمر باسويدان، عمر فهمي، عوض القرني، عوض مشني، عيسى الشمري، فارس الحبوبي، فارس عبد المحسن الغامدي، فارس علي الغامدي، فاضل المحليلي، فايز المدرع، فراس عنبري، فراس نبهان، فهد الشمراني، فهد الفهاد، فهد القحطاني، فهد الموسى، فهد خالد عبد الله الفيصل، فواز الرشيدان، فواز الورثان، فواز مرتاح، فيصل الثيب، فيصل السعيد، فيصل العرفج، فيصل الغامدي، فيصل الفهيد، فيصل الهاجري، فيصل خبتي، فيصل سالم، صالح باطرفي، قصي الابراهيم، قصي التميمي، لؤي الحميضي، محمد الانجاوي، مانع العباس، ماهر الرمضان، مبارك الدوسري، مبارك العبد اللطيف، متعب القريع، متعب الحربي، مجتبى السعيد، مجتبى العلي، محمد الطحيطح، محمد البن سعد، محمد الجلواح، محمد الجهني، محمد الحاجي، محمد الحارثي، محمد الحدب، محمد الحسين، محمد الخرافي، محمد الدبيان، محمد الدوسري، محمد رمضان، محمد الزهراني، محمد السقع، محمد الشريدة، محمد الشهري، محمد الصريحي، محمد العبد رب النبي، محمد العتيبي، محمد العرفات، محمد العزي، محمد العسكر، محمد العضيب، محمد العقيلي، محمد العمودي، محمد العنزي، محمد العوني، محمد الغاوي، محمد الغباري، محمد الفتاح، محمد القحطاني، محمد القريشي، محمد المطوع، محمد الموسى، محمد الميمان، محمد باطغيش، محمد باعويضان، محمد بن زيد، محمد بوحوش، محمد خرد، محمد سعيد محمد، محمد شعت، محمد شميس، محمد صباح، محمد عبد الوهاب، محمد عشماوي، محمد علوان، محمد عمار، محمد عميرة، محمد محمود، محمد
محمد نور صالح، محمد هوساوي، محمود العبد رب النبي، محمود الفارسي، مرتضى الجواد، مرتضى القرين، مرتضى الخرس، مرتضى العبد المحسن، مسفر النتيفات، مشار العسيمي، مشعل الغامدي، مشهور زين، مصطفى احمد، مصطفى الشعلة، مصطفى الشقاق، مصطفى الفرحان، مصطفى الكعبة، مصطفى الملا، مصطفى عبد الوهاب، مصعب القرشي، معاذ الجعيد، معاذ الغملاس، معاذ المبيريك، معن العتيبي، مفرح القحطاني، منتظر العايش، منصور العتيبي، منصور القصيمي، منهال زكريا، مهدي العوامي، مهدي الخليفة، مهدي المبروك، مهران احمد، مهند الحربي، مهند عوض، مهيب العق، ميرزا الحمدان، ميرزا الخليزي، نادر الخيواني، ناصر الحربي، ناصر الدحمشي، ناصر العوفي، ناصر سليس، نافع الوافي، نايف الشماسي، نايف الملحم، نايف المعاشير، نزار الحداد، نزار الشهري، نواف العروي، هادي الأخضر، هاشم سندي، هشام إبراهيم، هشام كماخي، هاشم مسعودي، هشام يوسف، هلال المالكي، هلال المهنا، همام جمعة، وليد الناصر، ياسر الشهراني، ياسر الشوعر، ياسر العيسى، ياسر الغفيلي، ياسين الصالح، يحيى عكران، يزيد البدراني، يزيد الحقباني، يونس لاوي. المرشحون للتخرج من كلية الهندسة التطبيقية بدرجة البكالوريوس: إبراهيم الراشد، إبراهيم الفريدي، إبراهيم القريشي، إبراهيم سلامي، أحمد أبو فية، أحمد الثنيان، أحمد الإبراهيم، أحمد الجبران، أحمد الجماعي، أحمد الحربي، أحمد الخريمي، أحمد الدوسري، أحمد الرفاعي، أحمد الشريف، أحمد الشعلة، أحمد الشمري، أحمد العياني، أحمد الغامدي، أحمد الغانم، أحمد الغوينم، أحمد المناعي، أحمد النخلي، أحمد النهدي، أحمد الهناهي، أحمد صغير، أسامة العبيدان، أسامة الزغيبي، أسامة الزهراني، أمجد كلنتن، أوس الجعيد، أيمن قشلان، باسل الحمد، باسم الشهراني، بدر عقيش، بسام الرويلي، بندر الحربي، بندر العنزي، بندر الغامدي، بندر مسعودي، ترك الزويل، ترك العوفي، ترك المطيري، ثامر السريحي، جاسم الأصيل، جلال محمد، جلال ناصر، حبيب الموسى، حسام بصفر، حسام عقيل، حسن الطويل، حسن العماني، حسن شروفنا، حسن عامر العلي، حسن علي العلي، حسين المسكين، حسين المطر، حسين السقع، حسين الشخص، حسين الصادق، حسين المالكي، حسين المامي، حسين تحيفة، محمد الشريفي، حيدر الأحمد، حيدر الحرز، حيدر الشواب، خالد الخليل، خالد الوسام، خالد الزايدي، خالد الشقاري، خالد الصبحي، خالد العبود، خالد العنزي، خالد القرني، خالد الوعيلي، خالد باصفار، خلف الشمري، خلف العنزي، خلف الغامدي، درويش المحديني، راشد القحطاني، واغ الشمري، راكان سمان، رائد الأحمدي، رائد الغامدي، رائد المنصور، رضا الجامع، ريان الحربي، ريان الغريري، زكريا اليوسف، زهير العمري، زهير عسيري، زياد الحجيلي، سالم الكاف، سامي الفيفي، سعد السويدان، سعد الشوراني، سعد القرني، سعود الفارس، سعود المالكي، سعود خير، سعيد بن ظفرة، سلطان التركستاني، سلطان الحجيلي، سلطان العمري، سلطان العنزي، سلطان الوهابي، سلطان المولد، سلطان بامقعين، سلمان السويلم، سليمان البلوي، صالح الفردان، صالح الجدير، صالح الشايع، صالح نصير، صهيب سالم، طارق الشفلو، طارق الشريف، طارق الكاظمي، طاهر الحداد، طلال حادي، طلال مجرشي، عادل المعيان، عادل الأمير، عادل دعباس، عاصم الدايل، عاصم القاضي، عاصم بسلامة، عاطف خان، عامر الخالدي، عبد الإله الدوسري، عبد الباري دهلوي، عبد الحكيم المسكين، عبد الرحمن الدعبل، عبد الرحمن الطلحان، عبد الرحمن الأحمري، عبد الرحمن الحجاج، عبد الرحمن الحمادي، عبد الرحمن الدخيل، عبد الرحمن الرحيلي، عبد الرحمن الشهري، عبد الرحمن العادل، عبد الرحمن القرني، عبد الرحمن المطير، عبد الرحمن المهنا، عبد الرحمن باطرفي، عبد الرحمن بخش، عبد الرحمن زرنوقي، عبد الرحمن شيخ، عبد الرحمن عياشي، عبد العزيز الثبيتي، عبد العزيز الحارثي، عبد العزيز السالمي، عبد العزيز الشفري، عبد العزيز الشهراني، عبد العزيز الشهري، عبد العزيز الطوالة، عبد العزيز العلوني، عبد العزيز اليماني، عبد العزيز الشبيلي، عبد العزيز محمد حامد الغامدي، عبد العزيز محمد سعيد الغامدي، عبد الغني آل داوود، عبد اللطيف العميد، عبد الله ابو سليمان، عبد الله العاشور، عبد الله الوطلان، عبد الله البسامي، عبد الله البطاط.
عبد الله الجشي، عبد الله الحازمي، عبد الله الحداد، عبد الله الحربي، عبد الله الحويكم، عبد الله الخراشي، عبد الله الخليفي، عبد الله الدخلان، عبد الله الدرع، عبد الله التميمي، عبد الله الرجب، عبد الله الرشودي، عبد الله الرويفي، عبد الله الرويلي، عبد الله الزهراني، عبد الله الاسماعيل، عبد الله العرجاني، عبد الله العمودي، عبد الله الفواز، عبد الله الفيفي، عبد الله القصير، عبد الله الموسى، عبد الله بعبات، عبد الله حسن القحطاني، عبد الله طريس، عبد الله كريري، عبد الله محمد العويشز، عبد الله مسفر القحطاني، عبد الله نابر، عبد الله نياز، عبد الملك الحيفي، عبد الوهاب القحطاني، عبد صميلي، عتيق الزهراني، عصام حسن الشهري، عقيل بن احمد، عقيل المعيان، علي البراك، علي المسباح، علي النهاب، علي الامير، علي الجهني، علي الحمودي، علي الخميس، علي الردي، علي السبيعي، علي الصندل، علي العلي، علي المري، علي بوحليقة، علي عسيري، عماد غزال، عمار التركستاني، عمر الحربي، عمر الخلف، عمر الدوري، عمران فلمبان، عمرو الحطامي، عوض عسيري، عيسى الهاشم، عيسى بحيري، فارس ابو سته، فارس الخميس، فتح الدين عقيلي، فراس البغامسي، فهد الحربي، فهد الخالدي، فهد الغريني، فهد العوعلي، فهد سعود القحطاني، فهد مسفر القحطاني، فيصل ال حميد، فيصل العتيبي، فيصل بدري، فيصل عون، لؤي مالكي، ماجد السهلي، ماجد مصر، مالك البصيري، مبارك الزهراني، مجتبى البناي، محسن الصفار، محمد ال هاشم، محمد الباطين، محمد الحازمي، محمد الحداد، محمد الخويتي، محمد الرجيعي، محمد الرداد، محمد الزهراني، محمد الزواد، محمد السويح، محمد السيد علي، محمد الشليان، محمد الشهراني، محمد الصالح، محمد الصقرة، محمد السويل، محمد العمري، محمد العباد، محمد العتيبي، محمد العلي، محمد العمودي، محمد العيلي، محمد القريش، محمد البصيبي، محمد القلاف، محمد الحيدان، محمد المري، محمد النخلي، محمد الهاجوج، محمد الهاشم، محمد اياز، محمد جلي، محمد خان، محمد دريم القحطاني، محمد سعيد القحطاني، محمد سمير عبيد، محمد صندوقة، محمد عايد الدوسري، محمد كيكي، محمد ملحم الدوسري، مراد آل هاشم، مرتضى آل هاشم، مروان الديولي، مروان الريمي، مروان السلمي، مروان خوج، مشاري الشايجي، مشاري عبد الله حسين الحربي، مشاري عبد الله مرشود الحربي، مشعل المطيري، مشعل باصغر، مصطفى آل عبيدي، مصطفى العلي، مصعب خالد محمد فراتي، مصعب طير، معاذ الحارثي، معتز امين فلمبان، معتصم عجيب، معن القحطاني، معن مندر، مفلح الحربي، ممدوح السلمي، منذر باناجا، مهدي التحو، مهدي العيثان، مهدي الهاشم، موسى النخلي، مؤيد الغزوي، نادي شرفي، ناصر العبادي، ناصر العروان، ناصر القحطاني، ناصر الناصر، نايف الاحمدي، نايف الدريس، نايف الشهراني، نايف الغامدي، نواف القطن، نواف عويضاء الحربي، نواف غازي الحربي، هاشم الاخضر، هاشم السادة، هاني السعيد، هشام الصبياني، هشام باصقر، هيثم الحمدان، وسيم المزين، وليد الدوسري، ياسر الشماخي، ياسر العضب، ياسر الغامدي، يحيى الراوي، يحيى سنيد البلوي، يزيد العازب، يزيد الدايل، يوسف الشاوش، يوسف بنان، يوسف فقيه. المرشحون للتخرج من كلية العلوم بدرجة البكالوريوس: أحمد أبو شمالة، أحمد علي الشيخ، حسام إبراهيم الهوامل، حسن آل محسن، عبد العزيز الخريصي، عبد الملك فلاتة، عبد الوهاب اللهيبي، علي الإبراهيم، علي الدوسري، علي المسند، علي الملا، علي صفوان، عمر محمد أحمد، فهد الحارثي، فهد المنصور، فيصل اللفت، ماجد الغامدي، محسن الشهراني، محمد البحيران، محمد آل إبراهيم، محمود المالكي، مرتضى الهاشم، ملهم حجازي، نايف الحربي، وليد آل حافظ.
المرشحون للتخرج من كلية الإدارة الصناعية بدرجة البكالوريوس: إبراهيم السويد، إبراهيم الهاشم، إبراهيم باسودان، أحمد البكشي، أحمد الجيلان، أحمد الحبيب، أحمد السحيمي، أحمد السعدي، أحمد الشريف، أحمد الشقاق، أحمد العامر، أحمد العلي، أحمد العيسى، أحمد القاري، أحمد المحاسن، أحمد عبد الله بدريش، أحمد نديم، أديب الخياط، أسامة الحربي، بدر المطلق، بشير جبارة، بندر الراجلي، تركي الرماح، تركي السبيعي، توفيق برناوي، عامر السفياني، جهاد الأماسي، جهاد عسيري، حسام التويجري، حسام السلمان، حسام نمر، حسن المسلم، حسن الحداد، حسن الخليفة، حسن الشبيب، حسن العلاوي، حسين العامر، حسين العمران، حسين اليامي، حمزة البار، حيدر المرزود، خالد الحربي، خالد الشهري، خالد العبد الهادي، خالد العتيبي، خالد النعيمي، خالد حسون، ادباس الدباسي، ريان القحطاني، زكريا الأحمد، زكريا خياط، زياد سلامة، سالم الشمري، سامي العنزي، سعد الحمد، سعد العبد الهادي، سعود بن شمسة، سعود القزلان، سعيد العامودي، سلطان أبو الرشيد، شعيب المبارك، صالح السرور، صالح العمري، طارق الطويرب، طارق المعاصب، عبد الله البيز، عبد الرحمن الحمود، عبد الرحمن الشيري، عبد الرحمن العودة، عبد الرحمن الغامدي، عبد الرحمن صالح، عبد الرحمن عبد العزيز، عبد الرحمن الصويان، عبد الرحمن عبد الله أبو الكباش، عبد السلام الجوفي، عبد العزيز الخريف، عبد العزيز الدباخي، عبد العزيز الصومالي، عبد العزيز المطيري، عبد العزيز شيخ، عبد الكريم بن رباح، عبد الله الدويش، عبد الله الزهراني، عبد الله السديس، عبد الله السلامة، عبد الله الغامدي، عبد الله القحطاني، عبد الله القناصي، عبد الله المحمود، عبد الله المرباطي، عبد الله الهرشاني، عبد الله ابو ثابت، عبد الله ابو علي، عبد الله خميس، عبد الله شاهيني، عبد المحسن ابو علي، عبد المحسن ملحن، عبد المحسن كلابي، عبد الملك عبد خيل، علي العلوي، علي الناصر، علي النفيسة، عماد الزهراني، عمار الشيري، عمار فلمبان، عمر الفراء، غسان الشريف، فايز سعد، فايز المدرع، فهد آل شريم، فهد الأصقع، فهد الحميدان، فهد الديحاني، فهد السديس، فهد الغامدي، فهد القحطاني، فهد باسهيل، فهد مداح، فواز السالم، فيصل عطيشان، فيصل فلمبان، قاسم موسى، لؤي العومي، ماجد فوقير، محمد البوالي، محمد البيتي، محمد الخميسي، محمد الخويطر، محمد السعيد، محمد الشارق، محمد الشامسي، محمد الطريقي، محمد العمري، محمد العمري، محمد القحطاني، محمد الكنال، محمد المرهون، محمد الهلال، محمد العثمان، محمد بوكنان، محمد رفع، محمد فال عبد الله سليمان، محمد هزازي، محمود الشنقيطي، مشعل بن زرعة، منتظر الوايل، منصور الخليني، منصور القحطاني، مؤيد سلامة، ناصر الغانم، نايف المسفر، نايف المطيري، نواف الجربوع، هادي الصفواني، هاني هاشم، هشام الصالح، هشام هولدار، وليد الأحمري، وليد الخان، ياسر الويمي، ياسر برقيوق، يزيد الحبابي، يزيد السليمان، يوسف البوعنين. المرشحون للتخرج من كلية تصاميم البيئة بدرجة البكالوريوس: أحمد بيومي، أحمد صويلح، أنس آل السعيد، أيمن جغادي، براء رزق الله ملكاوي، عبد الرحمن العاصم، عبد الله عايش، عمار حمود دحوة، عمر باسودان، عمرو غشوان، عمرو معوض، ماجد السليمان، محمد الأسمري، محمد الدولة، محمد ناصر، مروان الحازمي، منار فطاني، منصور آل فرحان، نواف الهاجري. المرشحون للتخرج من كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بدرجة البكالوريوس: أبان أفغاني، إبراهيم آل كليب، إبراهيم التركستاني، إبراهيم الفرايضي،
إبراهيم اليوبي، أحمد آل أحمد، أحمد آل ناصر، أحمد البادي، أحمد الجهني، أحمد الحبيب، أحمد العجاجي، أحمد الماجد، أحمد المدني، أحمد المنتشري، أحمد با إسماعيل، أحمد با دريش، أحمد عادل عبده، أحمد فتة، أسامة الخنين، البدر العفاري، البراء الديب، الوليد المشعل، أمير رمضان. أنس أبو الخير، أنس الطيب، أنس العمري، أنور زومة، أيمن كردي، باسم الغامدي، بلال مول، بلال وحيد أسلم، جلال الرخيمي، جنيد قريشي، حسام إدريس، حسام عبد العزيز الصماني، حسام حبارة، حسام حميد، حسان خلوف، حسان أبو سعيد، حسن آل إخوان، حسن شعبان، حسين العساف، حسين المعلم، حمد الكثيري، حمد المقبل، حمزة جباد، خالد البلبيسي، خالد الحنيطي، خالد الفرج، خالد بسام الطوابيني، خليل الحبوب، ركان يماني، رامي الرستم، رضا مليباري، ريان عقلان، زاهر العلي، زياد الغامدي، سبا البحراني، سراج الشربيني، سعد أحمد، سعد اليحيى، سعد اليمني، سعيد الهلال، سلطان السحيباني، سلطان عبد الرحمن، سلمان الكربي، سليمان حمد، سهيل دار، صقر العريفي، طارق الزهراني، طارق عبد الكريم، طه بخاري، عادل عسيري، عاصم الأحمد، عاصم السرحاني، عاصم الشهري، عاصم صعيدي، عاصم الغامدي، عامر الغامدي، عبد الإله المسفر، عبد الإله الشمراني، عبد الرحمن أحمد، عبد الرحمن الزائب، عبد الرحمن إبراهيم، عبد الرحمن الخياري، عبد الرحمن السواحة، عبد الرحمن السيد، عبد الرحمن الضميري، عبد الرحمن الناوس، عبد الرحمن بطويل، عبد الرحمن حسانين، عبد الرحمن حمادي، عبد الرحمن فرعون، عبد العزيز الجويصر، عبد العزيز الصدحان، عبد العزيز السرحان، عبد العزيز العقيل، عبد العزيز العمري، عبد العزيز الغامدي، عبد العزيز الغانمي، عبد العزيز المالك، عبد العزيز المالكي، عبد العزيز بخميس، عبد العزيز بعبد الله، عبد العزيز بونيس، عبد العزيز عثمان، عبد العزيز محمد القحطاني، عبد العزيز ناصر القحطاني، عبد الكريم الدرويش، عبد الكريم عبد الله البلطان، عبد الله الحراشي، عبد الله الحسين، عبد الله الحملي، عبد الله الربا، عبد الله الرطروط، عبد الله السعدون، عبد الله الشبانه، عبد الله الصغير، عبد الله الصيدلاني، عبد الله العلاوي، عبد الله العلياني، عبد الله الغامدي، عبد الله الفريحي، عبد الله القاضي، عبد الله القحطاني، عبد الله المسيان، عبد الله المذلول، عبد الله حفيظ مغل، عبد الله رشدان، عبد الله عبد العزيز، عبد المجيد الشمسان، عبد المحسن الملحم، عبد الملك الخزيمي، عبد الملك الحصان، عبد الملك عبد السلام، عبد الهادي العمري، عبد الهادي اليماني، عدنان السنان، عدنان السنيدي، عدنان المالكي، عدنان سواس، عزام شليدان، علي آل يوسف، علي العلي، علي الغامدي، علي المطاوع، علي بزروم، علي سهوان، علي قراب، عماد نواوي، عمار السريحي، عمار مدني، عمار نهاري، عمر البدر، عمر جميعه، عمر الزهراني، عمر الشمري، عمر العجلان، عمر العيسى، عمر الموسى، عمر أمير رمضان خير، عمر بكشان، عمر رباح، عمران قاري، عواض العتيبي، عيسى الفيفي، غازي الغامدي، فالح الدوسري، فهد الزهراني، فهد الطبيب، فيصل الدايم، فيصل السلطان، فيصل السلمان، فيصل السويدي، فيصل الغامدي، فيصل الفيفي، فيصل المويني، فيصل بن حمران، فيصل محمد الغامدي، ماجد الفقي، ماجد القحطاني، ماجد المبارك، ماجد اليامي، مازن الكيلي، ماهر بوسعيد، مبارك الدوسري، مجدي فلاته، محمد ابو تيلي، محمد اشفاق، محمد الامير، محمد السلوم، محمد السياري، محمد الشهري، محمد العريفي، محمد العطاس، محمد العوفي، محمد القحطاني، محمد المسلم، محمد المغربي، محمد الواجل، محمد الياسي، محمد اليحيى، محمد اليحيان، محمد باشماخ، محمد بامير، محمد بوحيمه، محمد تطار، محمد حسن، محمد شرف الدين، محمد علي الراشدي، محمد عمر، محمد فادل، محمد فلمبان، محمد لجامي، محمد معداوي، محمد موسى، محمد نسيم، محمد نور، مرتضى السعيدي، مصطفى أبو حسين، مصطفى المسلم، مصطفى دمياطي، مصعب أبو مرزوق،
مصعب السليم، مصعب المرغلاني، مصعب بالغنيم، معاذ العباس، معتز الشمري، منذر الشدي، منصور الوجيه، منير ناصر، مهدي المعيوف، مهند الحربي، مهند حكم، ميسرة حمودة، ناصر الخليوي، ناصر الدوسري، ناصر القحطاني، نايف السديري، نايف السليماني، نايف الفريح، نايف با معروف، نواف آل الشيخ، نواف المطري، هاشم السادة، هشام العقيلي، وائل علاقي، وجيه الشافوري، وليد الزهراني، وليد العمري، ياسر سواد، ياسر مسعود، ياسين المطاوعة، يحيى آل مجيش، يزيد الأحمري، يوسف الشمراني، يوسف الناصر. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، صاحب المعالي الأستاذ الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير الجامعة، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، أصحاب السعادة، الآباء والأمهات، الأبناء الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في هذه الليلة المباركة التي يملأها الفخر والاعتزاز. مرحبا بكم في العرس السنوي 45 لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. أهلا بكم، حل الضياء بحلكم والمسك عطر أرضنا بالعنبر. تحتفل الجامعة بتخريج كوكبة جديدة من أبنائها الطلاب الذين أنهوا دراستهم في واحدة من أرقى الجامعات محليا وإقليميا، ويشرف حفلنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الذي نسعد به أن يكون معنا في هذه الأمسية المميزة الليلة ليرعى حفل تخريج هذه الكوكبة المتألقة من الطلاب. فأهلا ومرحبا بسموه الكريم بيننا. وتستعد هذه النخبة من الخريجين لبدء رحلة العطاء على ثغور هذا الوطن الغالي الذي قدم الكثير وينتظر منهم تأدية واجبهم بكل مسؤولية وأمانة بقيادة راعي نهضته ومسيرته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، حفظه الله ورعاه
وأيده بعونه ونصره وتأييده، وحفظ الله بلادنا من كل سوء وشر وفتنة. نهنئ جميع الطلاب وذويهم وأساتذتهم، كما نهنئ وطننا بهذه النخبة المتميزة من أبنائه المتألقين. والآن مع كلمة الخريجين يلقيها نيابة عنهم الطالب عبد الحكيم بن فالح الشهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم العلم والعلماء فرفع ذكرهم وأعلى شأنهم، فقال عز من قائل عليما: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة الذي حاز الشرف الأعظم والمكانة الأسمى، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، آباءنا الكرام، أمهاتنا الفاضلات، معلمين الأجلاء، إخواني الخريجين، أيها الحفل الكريم، سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين، وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفينا. سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتسابق الأمم والحضارات في ميادين الزمان، كل يريد أن يفوز بالسبق وأن تكون له المبادرة، وأمتنا ولله الحمد واحدة من تلك الأمم، تعيش على نفس الأرض وتحمل نفس الهم. ونحن معشر الشباب مصدر أمل لهذه الأمة، أيدينا معاول بناء وعقولنا مصادر نماء. ومن هذا المنطلق سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقيادته ووالده وإخوانه المغفور لهم بإذن الله إلى تذليل سبل العلم والتعليم، وصرفت المبالغ الطائلة في سبيل إنجاح العملية التعليمية. أيها الجمع الكريم، للإنسان في عمره محطات يتنقل بينها فراغبا مرة ومكرها أخرى، وحين حطت بنا عصا الترحال على ثرى جامعة الفهد وفي رحابها، كانت هذه المحطة من أغنى محطات الحياة ونقطة تحول لكل واحد منا. كيف لا وقد أخذت على عاتقها منذ تأسيسها أن تكون منارة للعلم النافع في شتى ميادين المعرفة، فهي تتخذ من اسمها العظيم الذي يحفر في الذاكرة إشراقات التاريخ وإبداعات الحضارة منهجا قويما في مسيرتها التعليمية. كان الأمل يحدونا والأحلام ترافقنا والمستقبل الزاهر يراود أحلامنا، وكلنا شوق ونهم لننهل من ينابيع العلم فيها ونتزود بالمعرفة والثقافة والحياة. فالعلم حياة، والثقافة حياة، والوطن حياة. اليوم يبتسم القمر لنا والنجوم تزدان، بالجد والمثابرة حققنا آمالك أيها الوطن الغالي وآمال والدينا ومعلمينا، وها هو تاج العلم نتوج به اليوم، وها نحن ننال ما رجوناه من تعب الليالي. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم
في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. إليكم أيها الآباء والأمهات، إلى من حبه ما يدري في عروقنا، إلى من كانت ابتسامتنا تزيل شقاءهم وسعادتنا ترسم الابتسامة على شفاههم. بالأمس بكيتم حزنا لفراقنا، وأما اليوم فحق لكم أن تذرفوا دموع الفخر والفرح بنجاحنا. لا شك أن لكم فضلا لا يدانيه فضل، ولكم معروفا يعلو على كل معروف. نشهد الله أن فخرنا بكم لا يضاهيه فخر، فجزاكم الله عنا كل خير، وأطال في أعماركم، وغفر لمن سبقنا منكم، وجعل الفردوس مثابة لكم وأمنا. ولا ننسى أن جزيل الشكر وأوفره لهذا البلد المعطاء، وإلى والدنا المحبوب الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى والدنا المحبوب الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز، ونائبه الثاني الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، حفظهم الله ورعاهم. والشكر والعرفان موصول لراعي حفلنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، الذي يغمر هذا الصرح العظيم بلمسته الأبوية الحانية. ولك أيضا معالي مدير جامعتنا الدكتور خالد السلطان كثير الشكر، فقد كنت لنا خير قدوة وخير مثال. ولكم أيها المعلمون الأفاضل، فقد كنتم تلك الأيادي البيضاء التي بذلت الغالي والنفيس وضحت لأجلنا. فما السيف من غير أبطاله، وما الخيل من غير فرسانه. لقد عبرنا معكم جميعا درب الحياة المليء بالأشواك، ولكنكم ذللتم الأشواك فأزهرت وردا تنسمنا منه الرائحة الطيبة. فماذا عسانا أن نقدم لكم مقابل هذا؟ سنقدم لكم أجمل هدية تصبون إليها جميعا. سنقدم لكم النجاح في معترك الحياة، سنكون أولئك الشباب الوفي المؤمن الذي سيعمل من أجل بناء مجتمعه وتماسكه، القادر على صمود وجه الصعاب. ولن نكون إلا أبناء مخلصين للرسالة المقدسة، رسالة العلم، كما نؤكد للوطن في محفل الفخر والفرح هذا أننا شركاء في أمنه وأمانه. محتفين بجنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن في مهمة عاصفة الحزم والعزم، محتفين بجنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن في مهمة عاصفة الحزم والعزم والتباني في خدمة الوطن، سائلين المولى القدير نصره وتأييده. إخواني الخريجين، بالعطاء سنحتل القمم، وبالوفاء سنعمرها. سيروا على بركة الله وأخلصوا نواياكم لخالقكم، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لما فيه الخير والنجاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللجامعة كلمة يلقيها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن صالح السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، ضيوفنا الأكارم، الآباء والأمهات الأعزاء، أبناء الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة حافلة بالإنجاز والعطاء، وفي أيام عاصفة بالحزم ومتفائلة بالحسم، نحتفي بتخريج الدفعة 45 من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مرحبين بسموكم الكريم، وقد منحتم هذه المناسبة شرف حضوركم تكريما لنخبة من خريجينا، وتقديرا لرسالة جامعة أسهمت وما تزال في بناء هذا الوطن الشامخ. ونود أولا أن نبتهل بالدعاء لفقيد الأمة الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، كما نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير مجر بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وأن يأخذ بأيديهم ويسدد خطاهم في مواصلة العطاء والبناء. أيها الحفل الكريم، في الوقت الذي نحتفل فيه بتخريج كوكبة متميزة من بناة الوطن، يقوم أبطالنا بحماية وطننا الكريم ومقدراته في عاصفة الحزم، فأسأل الله أن ينصرهم ويسدد رميهم ويردهم سالمين إلى أهلهم ووطنهم. صاحب السمو، تحظى مؤسسات التعليم كافة بدعم كبير من لدى حكومتنا الرشيدة، وقد كان آخر ما شهده التعليم مؤخرا إعادة هيكلته بهدف رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمكوناته وتعزيز التكامل بين مراحله وتحسين مستوى مخرجاته وزيادة قدرته على الوفاء بالاحتياجات التنموية. وندعو المولى القدير أن يوفق معالي الدكتور عزام محمد الدخيل وزير التعليم وأن يسدد خطاه في هذه المهمة الجسيمة، كما نشكر معالي الدكتور خالد محمد العنقري وزير التعليم العالي الأسبق على جهوده الكبيرة في دعم الجامعة ومساندته لها، والشكر موصول كذلك لمعالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي وزير التعليم العالي السابق. وكما تحظى كافة مؤسسات التعليم العالي بالدعم، فإن هذه الجامعة تحظى بدعم خاص من حكومتنا الرشيدة أيدها الله، مما كان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أن يكون الجامعة تأثير مشهود في المجتمع بما يصعب على الأرقام أن ترصده أو تحيط به، بعد أن أصبحت عنوانا للالتزام والانضباط والتميز من خلال طلابها وخريجيها وأساتذتها وباحثيها، وباتت رمزا للجودة بمبادراتها وريادتها، تستشعر احتياجات المجتمع وتواكب آماله وطموحاته. إنما حققته هذه الجامعة كان نتيجة لنظرة استراتيجية تتضمن أهدافها تخريج كفاءات منافسة عالميا، وإجراء بحوث علمية متقدمة، وتواصلا فاعلا مع المجتمع، لتكون هذه الجامعة دائما في المقدمة وتواكب أفضل الجامعات في مجالات الطاقة والتخصصات المتصلة بها. وأستأذن سموكم الكريم وضيوفنا الأكارم في أن أعرض عليكم بعض من إنجازات الجامعة مؤخرا. استشرفت الجامعة استدامة مواردها المالية بتدشين المرحلة الثانية من صندوق وقف الجامعة الذي يشرف مجلس إدارته برئاسة سموكم الكريم، وتتضمن مرحلته الثانية إطلاق مشروع مركز الأعمال وإنشاء شركة لإدارة استثمارات الصندوق، حيث بلغت محفظة الاستثمارية 1 مليار ريال ومحفظة العقارية 800 مليون ريال، ونستهدف الوصول بالوقف إلى 3 مليارات ريال خلال 3 أعوام. وقعت الجامعة وأرامكو السعودية اتفاقاً إطارياً لدعم إنشاء كلية جديدة لهندسة البترول وعلوم الأرض، وخطط أن تبدأ الدراسة فيها في العام القادم، وتهدف إلى تقديم برنامج تعليمي وبحثي ذي طراز مميز، ولتكون إحدى أفضل 5 كليات من نوعها في العالم بإذن الله. تنتج الجامعة سنوياً نحو 100 براءة اختراع، فيما وصل مجموع براءة الاختراع التي أنتجتها الجامعة حتى الآن
330 براءة اختراع مسجلة في مكتب براءة الاختراع في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد عن 60% من إجمالي براءة الاختراع المسجلة لجامعات الدول العربية مجتمعة، والتي تربو على 300 جامعة. بعد إطلاقها، وادي الظهران للتقنية الذي يعد اليوم أكبر تجمع من نوعه في العالم لمراكز البحوث والتطوير في البترول والغاز والبتروكيماويات، بدأت الجامعة بتنفيذ مشروع البنية الأساسية للمرحلة الثانية التي اقترنت بتطوير مكونات جديدة لتعزيز منظومة الابتكار في الجامعة، بتأسيس معهد الريادة في الأعمال ومركز النمذجة السريعة، إضافة إلى افتتاح مجمع الابتكار. كما واصل أساتذة الجامعة وباحثوها حصد جوائز عالمية ومحلية، مثل جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم، وجائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة، وجائزة المراعي للإبداع العلمي، كما نعتز بفوز أبنائنا طلاب الجامعة بجوائز عديدة محلية وعالمية وفي مجالات متعددة. حققت الجامعة بحمد الله نجاحاً كبيراً في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التطويرية، ومنها تطوير المعامل التدريسية والبحثية، ومبادرة تعزيز التعلم التفاعلي والإلكتروني، وزيادة استيعاب طلاب الدراسات العليا للوصول إلى نسبة 20% من طلاب الجامعة، وتفعيل برامج علاقات الخريجين والتواصل معهم، وتنظيم الالتقايات السنوية لإبداعات الطلاب العلمية والثقافية، والانتهاء من تطوير المدينة السكنية للطلاب وهيئة التدريس بمرافق متكاملة وجعلها صديقة للبيئة بشكل مستدام. وستواصل الجامعة بإذن الله مسيرة تميزها الفريد والإسهام في بناء أجيال من قادة التفوق والإبداع من أبناء وطننا المعطاء. أبنائي الخريجين، إن جامعتكم هذه هي من الوطن وإليه، تستلهم همتها وقيمها ومثله لتؤهل أبنائه من خلال نموذج فريد للخبرة الجامعية يمتد من مجرد المعارف إلى آفاق المهارات والقيم والسلوك. ونتيجة لهذا، فخريجو جامعتكم اليوم يقودون معظم القطاعات الصناعية والتنموية، ويتسنمون سدة الإدارة العليا في جهات حكومية وفي كبرى الشركات مثل أرامكو السعودية، سابك الاتصالات، الكهرباء، صدارة ومعادن، وسبقها من صروح هذا الوطن. وها أنتم أي هذا اليوم على أبواب مرحلة جديدة نابضة بالحياة لمواصلة العطاء، مستلهمين في ذلك نجاحات زملائكم الذين سبقوكم بوصفهم نماذج مضيئة في سماء هذا الوطن. فباسم الوطن وباسم جامعتكم وباسم هذا الحفل الكريم نبارك لكم تخرجكم ونهنئكم على إنجازكم. أما أنتم أيها الآباء وأنتن أيها الأمهات، فحق لكم أن تفرحوا بما حقق أبناؤكم، فقد ربيتم وعلمتم وسهرتم وزرعتم، فها أنتم ترون حصاد ما زرعتموه ثمرة طيبة بتوفيق الله. وفقهم الله لبركم وسداد الدين الذي عليهم لكم، كما أشكر كل من أسهم في هذا النجاح من أساتذة وموظفين وهيئة إدارية في الجامعة. وبهذه المناسبة الغالية ندعو الله لكم أيها الأبناء الخريجين بالتوفيق في مواقع أعمالكم امتدادا لتفوقكم العلمي، وليكن ديدنكم دائما تقوى الله في السر والعلن، والإخلاص في القول والعمل، وبر والديكم، والالتزام بأطيب الأخلاق وأعلى الهمم في ميدان العمل وبناء الوطن، مؤمنين أن تكون صلتكم وثيقة بجامعتكم بعد تخرجكم فيها وفاء لها، واستمرارا لتعزيز قدرتكم على التعامل مع مستجدات العصر. مرة أخرى أكرر شكري وعرفاني لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز على تفضلي بتشريف حفلنا هذا، كما أكرر التهنئة للخريجين وآبائهم وأمهاتهم وأساتذتهم، وأشكر أسرة الجامعة، أساتذة وإداريين على ما بذلوا من جهد، وأشكر ضيوفنا الأكارم لمشاركتنا هذه الفرحة. وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد، كما أدعو الله أن يحفظ جنودنا البواسل في عاصفة الحزم، وأن يمدهم بنصره وتوفيقه،
وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة. إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موفقين. ولسمو أمير المنطقة الشرقية في كلمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أود في البداية أن نقدم من الساحل الشرقي وباسمكم جميعا تحية عز وافتخار لجنودنا البواسل المشاركين في عاصمة الحزم، داعين الله تعالى لأن يحقق لهم النصر والتمكين، تحقق الأهداف التي رسمت لها بإذن الله تعالى، وأن يحفظ لبلادنا قادتها وأمنها وشعبها الوفي المخلص إنه شريع مجيب. وفي هذه الليلة السعيدة وفي رحاب جامعتنا العريقة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، نحتفل بنخبة من أبنائنا المتميزين الذين تخرجوا من هذه المؤسسة التعليمية الرائدة ليصبحوا قادرين على أداء دورهم في تنمية المجتمع إن شاء الله، ولاستكمال مسيرة التميز التي بدأها زملائهم وكان أداؤهم مميز محل تقدير القطاعات التي عملوا بها، فعملت تلك القطاعات على الحرص على تمييز العاملين فيها من خلال استقطاب الخريجين من الجامعة والاستفادة من علمهم ومهاراتهم وقدرتهم على الوفاء بمتطلبات الأعمال التي تسند إليهم. وجدها فرصة لقدم التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بتفرد طلاب هذه الجامعة بأغلبية الجوائز، جوائز الابتكار وريادة الأعمال في المؤتمر الطلابي السادس الذي يقيم مؤخرا، وهذا خير دليل على تميز الجامعة، وجود مخرجاتها التعليمية وكذلك تميزها في براءة الاختراع عالميا. أبناء الخريجين، يسرني تهنئتكم بالتخرج ومن هذا الصرح التعليمي الشامخ، وأبارك لكم إنجازا كبيرا تحقق بجدكم واجتهادكم، وأهنئ آباءكم وأمهاتكم وأساتذتكم على ما بذلوه من جهد وما وفروه من رعاية وعناية واهتمام حتى صار حلم التخرج واقعا، وأتمنى أن يعبر أداءكم في مواقع العمل عن مكانة الجامعة، وجودة برامجها وقدرتها على تأهيل طلابها لتواصلوا مسيرة بناء وطنكم ونميته متسلحين بالعلم والمعرفة. أيها الأخوة والأخوات، تحرص حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي العهد على الاهتمام بالتعليم، وتوفر الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي يساعد مؤسساته على تحقيق أهدافه المرجوة، وينطلق هذا الاهتمام من دور التعليم في بناء الإنسان القادر على تعزيز التوجه نحو مجتمع المعرفة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة
وقد تجاوبت جامعتكم مع هذا الدعم الكبير، فاستطاعت أن تحول الجامعة إلى جامعة كبيرة في العلوم والتقنية، وكان محوراً أساسياً من محاور تميزها، وهو اهتمامها بتأهيل طلابها من خلال التعامل معهم على أنهم الطرف الفاعل في العملية التعليمية، وتطوير أساليب تعلمهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتوظف معطيات التقنيات الإلكترونية لتسير عملية التعليم، وجعل التدريب في مؤسسات إنتاجية وخدمية من مكونات تأهيلهم. ختاماً، أشكر كل من شارك في هذا التفوق من أبنائنا الطلبة وكل من شارك في صناعة تفوقهم، وأشكر بالأخص معالي مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان ومنسوبي الجامعة على جهودهم في الارتقاء بأداء الجامعة، كما أشكر الحاضرين والحاضرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لسموكم الكريم تفضلكم بهذه الكلمة الطيبة الضافية. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، في هذه اللحظات المباركة تزف الجامعة خريجيها، فليتفضل أصحاب السعادة عمداء الكليات بتقديمهم. عميد الدراسات العليا الدكتور سلام بن عادل زمو. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، يشرفني أن أقدم لكم طلاب الدراسات العليا المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية العلوم الهندسية والهندسة التطبيقية الدكتور عمر بن عبد الله السويلم. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، يشرفني أن أقدم لكم الطلاب المرشحين للتخرج لهذا العام من كلية العلوم الهندسية وكلية الهندسة التطبيقية، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية العلوم الدكتور سليمان بن صالح الحميدان. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، يشرفني أن أقدم لكم طلاب كلية العلوم المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية الإدارة الصناعية الدكتور محمد بن فرج الزهراني. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، يشرفني أن أقدم لكم طلاب كلية الإدارة الصناعية المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية تصاميم البيئة الدكتور عادل بن شاهين الدوسري. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، يشرفني أن أقدم لكم طلاب كلية تصاميم البيئة المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي الدكتور عادل بن فضل أحمد. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، يشرفني أن أقدم لكم طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، شكر الله حضوركم وتشريفكم حفلنا هذا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع لا ودائعه، على أمل اللقاء بكم في مناسبة أخرى من مناسبات الجامعة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.